أرحب بضيوفنا. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي عضو ملتقى الحوار السياسي السيد أبو بكر عيسى العبيدي، ومعنا هنا في الاستوديو من اسطنبول المحلل السياسي السيد عبد السلام الراجحي، وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات الكاتب والصحفي السيد رمضان معيتيق. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد أبو بكر حول هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة وأيضا أعضاء لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب. في هذه الحالة هل يمكن القول أن ملتقى الحوار السياسي بات خارج اللعبة؟ أولا أستاذ نبيل أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي السادة المشاهدين. نحن أعضاء في مجلس أو أعضاء لجنة الحوار نرحب بأي جهد يقرب وجهات النظر. طبعا احنا هدفنا الأساسي والمكتسب الوحيد والأهم في خارطة الطريق التي أنتجها لجنة الحوار هو الوصول للانتخابات. الانتخابات هي الحل. الآن نرى أن حل المشكل الليبي في الانتخابات. أي جهد يبذل من أي قوى سياسية أو قوى رسمية لإنجاز وتقريب الانتخابات هذا شيء مطلوب، ونثمن عاليا اللقاءات بين القوى السياسية والقوى والمجلس التشريعي، والمجلس التشريعي هو شيء يوصل إلى الانتخابات، نحن نرحب بذلك. أما بالنسبة لمجلس لجنة الحوار، فلجنة الحوار أنتجت خارطة الطريق، وكان الهدف منها هو حل الانسداد السياسي القائم وقتها قبل صدور خارطة الطريق، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتحديد موعد الانتخابات. هذه النقاط الأساسية والمكتسبات الأساسية في خارطة الطريق. الحقيقة صدمنا جميعا بأن لم يتم إجراء انتخابات الموعد المحدد والذي كان يأمل الليبيين جميعهم أن يتم في 24 ديسمبر. هناك قوة قاهرة كما أشارت المفوضية العليا للانتخابات، تم التأجيل إلى شهر آخر لعل سيكون التأجيل الأخير. كل الشعب الليبي يريد انتخابات، نحن أعضاء لجنة الحوار نريد انتخابات. أي جهد سياسي أي لقاء سياسي بين القوى السياسية الليبية هو شيء مرحب به، أي شيء يقربنا لمشترك وطني واحد والوصول للانتخابات، هذا الشيء نحن نرحب به. وليس يعني ليس يعني لا يعني أي وطني صادق سواء في لجنة الحوار خارجها سيرحب بهذا الجهد. نعم، لكن أحدى مسارات الذي انبثقت عن مخرجات الحوار السياسي هو مسألة إجراء الانتخابات والتي فشلت وفق الموعد الذي حددتموه فيما مضى. لكن تبدو لكم ستيفاني متحمسة للسير في الحديث مرة أخرى عن اجتماعات مع الأعلى مع ملتقى الحوار السياسي؟ نحن بالنسبة لأعضاء الملتقى السياسي مستعدين لأي لقاء، وقد أشير في الأيام الماضية إلى أن قد يكون هناك لقاء لكن لم يتم تحديده. لكن في المجمل أعضاء لجنة الحوار مثل ما منتجوا خارطة الطريق هم أمناء على هذه الخارطة، هي رغبتهم الأكيدة في تنفيذ مخرجاتها وخاصة استحقاقها الأساسي ومكتسبها الأساسي في الانتخابات البرلمانية الرئاسية المتزامنة المباشرة من الشعب الليبي. نعم سيد الراجحي، أمام هذا الترحيب من قبل السيد أبو بكر العبيدي باعتباره عضو في لجنة الحوار، تعتقد أن اليوم اللقاء الذي تتحدث عنه المصادر وبعض أعضاء مجلس أعلى الدولة الذي جرى ما بين المشري وعقيلة صالح وأيضا ما بين المجلسين عبر اللجان يؤسس لعلاقة جديدة ستتشكل في القريب العاجل؟ مساء الخير أستاذ نبيل لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. هو شوف عملية التقارب لإيجاد حل لإجراء الانتخابات هو أمر ما مقبول، بل بالعكس يعني نرحب به، لكن حقيقة هو الرأي أو اليافطة اللي رافعينها إن كانوا اللي التقوا في المغرب أو اللي اليوم التقوا في طرابلس بين مجلس الأعلى للدولة والمجلس النواب هو يافطة إنه والله بنديروا تقارب باش نمشوا لانتخابات، لكن حقيقة الهدف الحقيقي هو أن يكون هناك تقاسم السلطة من جديد، وتقاسم السلطة هنا أن ينتجوا حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد. أنا هنا أتكلم عن مجلس النواب، يعني مجلس النواب الآن شكل لجنة للتقارب مع مجلس الأعلى للدولة،
وأصبح أعضاء مجلس النواب فجأة يتحدثون أو يتكلموا عليه القاعدة الدستورية وأن لابد في قاعدة دستورية تنظم العملية السياسية ويجب هناك حوار مع المجلس الأعلى للدولة والأطراف السياسية. هذا الأمر كان مطلوب منذ مارس الماضي من يعني من أكثر من 8 شهور أو 9 شهور. كان المفترض على مجلس النواب بحسب خارطة الطريق أن يصدروا أن يشكلوا لجنة ويبدوا في حوارات لإصدار القاعدة الدستورية وقانون انتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها، لكن سبب تعنت أعضاء مجلس النواب ورفضهم للحوار وأخرجوا قانون معيب بروحهم يعني أو أخليه بعينة لا يريدون انتخابات. الآن لما نسمع فيهم يتكلموا بهنتوا ليش ما درتوش الموضوع هذا من سنة فاتت أو من 8 أو 9 شهور فاتت، رأوا قصرتوا علينا الوقت. لكن أعتقد أن هدفهم ليس هدف حقيقي هو السلطة والاستمرار في السلطة. أعضاء مجلس النواب من لما أقروا القانون رقم 2 لانتخابات مجلس النواب في المادة 20 عندما فرطوا في أن تكون خارطة طريق أن تكون انتخابات تكون رئاسية وبرلمانية متزامنة، فرطوا في هذه الجزئية ليستمروا في السلطة، وكان تكتيكهم أن يستمروا في السلطة ونجحوا. الآن ليس فقط يريدون يكونوا أعضاء مجلس النواب ويستمروا في المهايا والرواتب العالية والمزايا، لا، الآن طموحهم زاد. يعني شكل العلاقة سيكون مختلفا هذه المرة بناء على ما تعتقده بأنه هذه اللقاءات هدفها تقاسم السلطة. يعني شوف أنا أقول لك كل التقاربات اللي تصير بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب منذ اتفاق الصخيرات كانت فقط لتقاسم السلطة، إن كانت طيب. المناصب السيادية أو الآن الحديث على حكومة جديدة. الآن في فكرة جديدة أو طباعة جديدة، رغم أن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لم يختره مجلس النواب والدولة بل اختاره ملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأمم المتحدة، أو خلينا نكون دقيق أنا نسمي فيه ملتقى استيفاني تقاسم السلطة. الآن هم يريدون أن يقفزوا على هذا الاتفاق بإنشاء سلطة جديدة، قال لك السلطة هذه الحكومة الجديدة باش تسهل الانتخابات، أي أنهم يريدون سنة أو سنتين. ونقول لك أحد أعضاء مجلس النواب بكل صراحة تحدث السيد إبراهيم الدريسي قال بنديروا قاعدة دستورية ونظام ما سموها خارطة طريق أن يستمروا في السلطة 3 سنوات وينتجوا حكومة جديدة. واضح. سيد ميتيق، ما مدى واجهة فيما ذهب إليه السيد الراجحي في اعتقاده بأنه هذه التحركات ما بين المجلسين سواء على مستوى الرئاسة ربما أو حتى على مستوى اللجان باللقاء الذي جرى اليوم ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل تقاسم السلطة؟ وأنا أسألك إلى أي مدى يمكن نصل هذا التقارب؟ نعم، مساء الخير للجميع. أعتقد بأن الضغوط يعني كلما مورست على الجسمين سواء المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب دائما ما يلجأان للتقارب، خاصة الآن بعد عودة ستيفاني وبعد الدور النشط وعودة الحياة من جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والضغوط الدولية، شعر الجسمان بأنهما في مهب الريح وأن المشهد السياسي ربما سيلفظهما كليهما للمرة الأخيرة، خاصة بأن الملتقى الحوار السياسي ربما خلال ما أفرزته في جنيف كاد أن يطيح نهائيا بالجسمين، خاصة مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب على وجه التحديد، لولا أن حكومة الوحدة الوطنية رأت أن تعيد فيهم الحياة بعد نيل الثقة في سرد. بالتالي هذه الضغوط يعني ليست يعني أول مرة تحصل، حصلت في مرات متعددة، يعني هذان الجسمان في كل مرة يحاولان أن يطيلا عمر المرحلة الانتقالية لكي يستمدا منها سر بقائهما. بالتالي كل ما ظهر للسطح وللإعلام من تسويق بأن الجسمين يدعوان للانتخابات وأنهما داعمان للانتخابات ناقضهما حقيقة تصرفاتهم وأعمالهم التي كانت يعني في مجملها معرقة للانتخابات بطريقة أخرى، والآن حملت كل هذه التبعات التي كان أسبابها القوانين المعيبة والمشهد السياسي المتخبط، الآن حملت على مشجب الفشل لمفوضية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. بالتالي أعتقد بأن الضغوط التي الآن
يشعر بها والتخوف من إنهاء الوجود السياسي لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هي سر ظهور هذه اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب لوضع تصور لخارطة الطريق، هدفها الأساسي هو إيجاد صيغة لبقاء مجلس النواب وتفرده بدل أن يكون طرف من الأطراف السياسية في الصراع السياسي، يكون هو المتحكم في المشهد السياسي. وكذلك ما يتنامى إلى أذهان أو أسماع الجميع الآن من لقاءات في المغرب أيضا تتحدث عن إيجاد صورة أخرى لوضع حكومة قد ترجئ فيها الانتخابات وتظهر التحكم مجلس النواب ومجلس الأعلى الدولة في المشهد السياسي في ليبيا. هل يبدو لك المشهد كذلك سيد أبو بكر؟ هو بحث المجلسين عن الاستمرارية والبقاء في المشهد وعلى أنه هي مرحلة جديدة من مراحل تقاسم السلطة كما ذهب في ذلك سيد الراجحي هنا في الاستوديو. تفضل. أول مرة نبدأ نؤكد أن بالنسبة للمجلس النواب هو السلطة التشريعية المعتمدة والمعترف بها دوليا، ولا يمكن لكل الوطنيين في مجلس النواب أن يكون هدفهم فقط البقاء في السلطة. يعني أنا أقول أن بممارسة الواقعية السياسية كان بالنسبة للقانون مجلس النواب القانون رقم واحد بشأن انتخابات الرئاسة والقانون بشأن انتخابات البرلمانية كان الأجنبي أن جميع القوى السياسية تقف وراء القانون. صحيح قد تكون فيها بعض الثغرات أو العيوب كما يقولون، ولكن لا يوجد الكمال. نحن في ظرف استثنائي تفرض علينا الواقعية السياسية أن نصل الانتخابات ونحتد بها. أيضا نريد أشير إلى أن الصور التي تظهر الآن لسيادة المستشار أو للمشري هذه صور لابد أن تكتب عليها من الأرشيف، لأن لم يحدث لقاء بين السيد خالد المشري والمستشار عقيلة صالح لم يغادر البلاد. صرح السيد فتحي المرمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب بأن لم يغادر، هذا اللقاء غير صحيح، ولم يغادر السيد المستشار رئيس مجلس النواب إلى المغرب. يعني هناك أرجو أن يكتب على صوركم هذه الصور صحيح تذاع الآن إن من الأرشيف، لكن أنا دعني أقول لك أن الصور الآن ثيارها الآن أمامي هي الصور من الأرشيف وليست صور لحالة حاضرة. يعني نعم هي كذلك سيد أبو بكر، هي كذلك، هي الصور من الأرشيف لابد أن يكتب ذاك. حتى هي المصداقية الإعلامية. الأمر الثاني احنا لابد ان نصل الانتخابات ولابد ان القوى السياسية الموجودة الآن القوى السياسية على أرض الواقع هل لابد ان نراها الآن؟ مجلس النواب مجلس شرعي ومجلس الدولة مجلس عُدت له الشرعية بعد الاتفاق السياسي. في خارطة الطريق احنا استندنا الى الاتفاق السياسي وانتجنا مشترك وطني وحدنا السلطة التنفيذية وحددنا السياسة. لم يكون ما دور كما أشار الزميل أن 75 ولجنة حوار دورها اقتسام السلطة، كان اختيار السلطة التنفيذية هي المرحلة الثالثة. الأولى وصلنا لخارطة الطريق وحلينا مشكلة الاستبداد السياسي. الأمر الثاني وصلنا لسلطة تنفيذية موحدة حتى نلغي الانقسام المؤسساتي، وحددنا يوم 24 ديسمبر كموعد الانتخابات. إذن وأيضا أكدنا على المصالح الوطنية، وكنا قلنا أن من صلاحيات المجلس الرئاسي هي تحقيق المصالح الوطنية وتشكيل المفوضية العليا للمصالح الوطنية، لأن الاستحقاق الوطني الأهم هو المصالح الوطنية. بعد ذلك هذه عناوين واضحة سيد أبو بكر. حتى أعود بك إلى مسألة اللقاء، مسألة اللقاء الذي تتحدث كثير مصادر سواء ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية. هناك أيضا مصدر هو مسؤول وهو عضو المجلس الأعلى للدولة السيد سعد بن شرادة تحدث في تصريحات صحفية على أن اللقاء جرى بالفعل. أنت استندت إلى تصريحات المرمي ولكنها كانت بالأمس، فهل يبدو لك أن تصريحات بن شرادة غير دقيقة أم ماذا؟ لا تصريحات لا، احنا استندنا تصريحات المرمي بحيث ان الشخص مسؤول ودائما يثر وايضا بن شرادة مسؤول يا سيد ابو بكر عن مجلس النواب، وايضا بن شرادة يعبر عن المجلس بشكل او باخر باعتباره عضو. المعلومة الأكيدة أن المستشار عقيلة صالح لم يغادر الوطن حتى هذه اللحظة ولم يلتقي بالمجلس، والصور التي تظهر الآن هي الصور من الأرشيف. يا سيد أبو بكر أنا لا أتحدث عن الصور، لا أحد يقول أن هذه الصور
احنا لم نقل للمشاهد ان هذه الصور التي كنتم تشاهدونها هي صور حقيقيه للقاء، نقلت كارشيف للدلاله عن حدوث اللقاء، لا احد يتحدث عن الصور، انا احدثك عن تصريحات. انت استندت الى روايه التي يقدمها المرمي على انه المشري وعقيله لم يلتقيا وعقيله ما زال في القبه، وفي المقابل هناك تصريح اخر لبن شرادة. لماذا بدا لك كلام المرمي دقيقا وكلام بن شرادة غير دقيق سيد ابو بكر؟ يعني انا احترم تصريحات بن شرادة، انا احترم تصريحات بن شرادة، ولكن اثق كثيرا في تصريحات المستشار الاعلامي لمجلس النواب الشرعي والرسمي. وتتحدث عن تصريحات المرمي التي جزء منها كان للأحرار بالأمس، تحدث المرمي للأحرار عن أنه المستشار عقيلة صالح كما تقول موجود في القبة، لكن تصريحات بن شرادة قبيل ساعة يا سيد أبو بكر. نعم قبيل ساعة كانت لفواصل منصة ربما فواصل. المشري يتحدث، ربما السيد يتحدث عن ربما غادر ربما المشري، ولكن عقيلة ما زال لم يغادر ولم يحدث اللقاء. طيب على كل سأعود لك في ذات النقطة سيد العبيدي. سيد أبو بكر، سيد الرجحي، أنت كنت تطالب دوما وتنتقد فكرة الانفراد بصياغة القوانين للعملية الانتخابية، وعن أنه مجلس النواب اتخذ هذه الخطوة بشكل أحادي عندما التقى المجلس، أنا اعتبرتها خطوة تقاسم على السلطة. أنا قلت لك أنا أرحب، أنا أعود لك غير الترحيب، لا أنا تفسيرك لأنه يتقاسم على السلطة. شوف لو إن كانت خارطة، خلينا تو هم قالوا الخارطة طريق حسب السيد سليمان الفقيه قال إنه متوقع أن يعني ترى النور يوم 25 يناير يعني حتى بعد الموعد اللي حددته المفوضية إضافي أن يكون يوم انتخابي. الحوارات لا تتحدث فقط على إن نقعزوا اللجنة اللي كلفت من مجلس النواب واللي فيها كثير من الاعضاء واللي التقت اليوم باعضاء مجلس الدوله او رؤساء اللجان في مجلس الاعلى للدوله، هو ليس الحديث او النقاش على القوانين. هم قالوا ان المسار الدستوري لا كان بحثا، يتكلموا على خارطه الطريق. خارطه الطريق من ضمنها وهو اللي يجمعهم من جديد، انا قلت لك من البدايه استاذ نبيل ونعودها من خلينا مش نقول من مجلس الدوله، من ايامات نوري بوسهمين والسيد عقيله صالح، يصير التقارب لما يبدا فيه تقاسم للسلطه. ونتفكر في لقاء مالطا بين نوري بوسهمين والسيد عقيله صالح في ذاك الوقت لانشاء حكومه بيناتهم، كل ما يصير تقارب بين مجلس النواب والدوله معناها تقارب للسلطه وليس تقارب لانتاج قوانين او لانتاج حلول او لاجراء انتخابات. فخارطة الطريق الان في 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 عنوانها الجميل البراق خلي يقبلوا بها الليبيين ونقولوا اوه ممتاز هذا اللقاء وطني وندعمه ونرحب به، ليس فقط مش بس يا اخوي يعني بيلي يتكلموا عن قانون انتخابات ودائره قاعده دستوريه. انا نقول لك انا ابارك هذا اللقاء وادعمه واشجعه واقبل بنتائجه اللي قالوا حوار مجتمعي، لكن حديثك عن تقاسم السلطه ينسف هذا الترحيب. اي الا في حال كان فيها بند تقاسم السلطه، معناه مش ما يبوش انتخابات سنه 2022، ما فيش انتخابات ويبوا يستمروا في السلطه 3-4 سنين لقدام. تنطلق فيه هذا التوصيف تنطلق فيه من ماذا؟ ننطلق ان احنا عندنا تجربه يا جماعه، راهو يعني هذو نعرفوهم قريب اكثر من صغارنا، يعني اعضاء مجلس النواب والدوله وسلوكهم يعني مش جديد علينا. يتقاربوا لما في تقاسم للمناصب السياديه وتقارب تقاسم للحكومات والوزراء والسلطه. يفترقوا لما يبدا فيه انتخابات وقانون انتخابات وقاعده دستوريه. اللي قربهم اليوم اللي هي الحكومه والسلطه وليس القاعده الدستوريه وقانون الانتخابات. انا نقول لك اذا تو بكره يوم 25 يناير لما بيعلنوا على خارطة طريق لو ما فيهاش بند انه يشكلوا سلطه جديده وانه فقط بند لاجراء انتخابات وانه يكون هناك قاعده دستوريه وقانون انتخابي توافق بين مجلس الاعلى للدوله والقوى السياسيه، ان ابارك هذا واشجع واعتذر من الان مسبقا لسوء نيتي على اعضاء مجلس النواب والدوله، اعتذر لهم مقدما لانني اسات الظن فيهم، لكن انا يقين عندي انهم سيظهروا يوم 25 حيقولوا إن المرحلة القادمة لا تسمح بإجراء الانتخابات وهذه الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات. سعد بن شرادة يتحدث في التصريح وهو ذات التصريح الذي استندت إليه في حدوث اللقاء بين المشري وعقيلة، يقول لم نتطرق إلى الاجتماع الذي عقد اليوم إلى مسألة تغيير السلطة التنفيذية الحالية، فهي جاءت بملتقى الحوار السياسي ومدتها
18 شهرا لم تنتهي بعد. يعني هل أعضاء مجلس النواب والدولة غشيم لهالدرجة بيقولها عربية من توا من أول يوم وقالها يعني خانب شاد سمعة؟ لا لا دقيقة رئيس اللجنة المشكلة بالتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قدم مقترحا عندما عرض التقرير من المفوضية أمام المجلس. تحكي على الهادي الصغير أنت؟ نعم على الهادي الصغير، قالها صراحة أنه من بين مقترحاتهم البحث عن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة. ما أنا قلت لك هو السيناريو شنو بيقول لك، أنا نحكي لك الفيلم شنو بيصير. الفيلم اللي أتوقع من 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 معرفتنا بهم وخلطتنا بهم خلال 6 7 8 9 سنوات اللي فاتوا حيقول لك شنو، والله شوفوا احنا تو بنقعمز وبنديروا قانون انتخاباتي وقاعدة دستورية وبننظم الأمور وكذا، لكن راهو المرحلة هذه الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وفي 2900 ألف رقم وطني مزور وفي مشكلة في المفوضية وكذا، فنديروا حكومة جديدة لأن هذه الحكومة فشلت ونديروا حكومة جديدة والانتخابات يلا عامين ثانيات طيب. والوضع الأمني وفي داعش وفي قاعدة وفي كوكب فيجا بيهاجم ليبيا وفي مشاكل هلبة ولا نسمح بإجراء الانتخابات والانتخابات من المستحيل أن تكون في 22 وهذه الحكومة فاشلة، باش الحل احنا بانتخابات، الحل عندنا نديركم حكومة كويسة مليحة بديركم انتخابات، لكن باش العام هذا العامين وخلونا ندير حوار مجتمعي ونخشوا على الاستفتاء لمشروع الدستور، لا بشكل الدستور ما يبوش هيا نفتحوا مشروع الدستور ونديروا للحوار مجتمعي 3 4 سنين قدام. طيب هذا المشروع متاعهم. سنأتي إليها مسألة تغيير الحكومة بشكل مفصل من عدمه، لكن سيد ميتيغ عندما نتحدث اليوم عن وفق ما يقوله بعض أعضاء المجلس الدولة عن حدوث لقاء بشكل فعلي ما بين المشري وعقيلة صالح، وأيضا اللقاء الذي جرى فيما مضى ما بين حفتر وبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى أي مدى لقاء المشري بعقيلة يمهد إلى تقدم في العلاقة ما بين حفتر وفتحي باشاغا؟ وهل نتحدث عن مسارين مختلفين في هذه الحالة؟ أعتقد أن ما يجمعهم هو الثبات حتى الممات على الكرسي وعدم التنازل عليه، فبالتالي هذه المسارات يعني زي ما ذكر الأستاذ عبد السلام يعني هي ليست تقاسم السلطة فقط بل هي استمرار في السلطة وإيجاد أي صيغة من الصيغ لديمومة هذه الأجسام المنتهية. ربما أعرج على ما ذكر الأستاذ أبو بكر بالنسبة للأجسام الشرعية، يعني هو تحدث بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي المعترف به من العالم أو من المجتمع الدولي. للأسف الشديد أن عندنا الآن حوالي 5 أو 6 أجسام يعني موجودة وكلها معترف بها من المجتمع الدولي وكل يدعي الشرعية رغم انتهاء الصلاحية وانتهاء حتى الفاعلية. ف يعني هذه الاسطوانة أصبحت يعني الآن مملة، وأعتقد أن المواطن والشارع الآن بات يطالب بإنهاء وجود هذه الأجسام المعرقلة للمشهد السياسي سواء مجلس النواب مجلس الأعلى للدولة. كل هذه الأجسام الآن أصبحت يعني معرقلة بشكل واضح وصريح وتوجد الصيغ والصور كلما يعني ضيعت الأوراق منها. فما يحدث الآن في المغرب أو ما يحدث من قبل اللجنة التي تحاول صياغة خارطة طريق جديدة هي دليل كبير على أنها فقدت البوصلة، فقدت الصلاحيات، فقدت الإمكانيات، وشعرت بأن المجتمع الدولي الآن في إعادة صياغة لمشهد كبير. كلنا نركز الآن على المغرب، كلنا نركز على جلسات مجلس النواب عن ما يحصل من هذه التقارب، ونتناسى بأن الوضع الليبي للأسف الشديد مرسوم من قبل مجلس الأمن من خلال اعتماد الاتفاق السياسي أو ما حصل في جنيف كحزمة واحدة، وأن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وكل هذه الأطراف السياسية هي جزء من هذا المشهد، وبالتالي الأعين أيضا ستكون من قبل الأطراف الدولية مركزة على انتهاء دور البعثة وولايتها في 15 يناير الجاري، وهو ما يتوقع الجميع بأن الكثير من المستجدات السياسية المتسارعة سوف تكون مبنية على هذا التاريخ.
بالتالي هذه المحاولات من التقارب ومن إنهاء دق الطبول، من كانوا يدقون الطبول للحرب في الفترة الماضية الآن نشاهدهم يرحبون بالتقارب ويطالبون بالمصالحة الوطنية ويتجاهلون بأن للأسف الشديد المشهد السياسي في ليبيا يرسم من الخارج. عن من تتحدث؟ عن طرف بعيني؟ الكثير لا أطراف كثر حقيقة، ليس بطرف بعينه، لكن المتبع للمشهد السياسي الليبي يعني يشاهد خلال الفترة الحالية بأن الأطراف التي تتعانق هي حقيقة كالبيادق. عندما نشاهد العناق في بعض الدول، التقارب الإماراتي التركي، نشاهد ممثليهم ومندوبيهم ربما في المسرح الليبي يتعانقون. فبالتالي المشهد السياسي أكبر من شخصيات وأكبر من أجسام في ليبيا. ليبيا الآن هي نقطة الصفر نحو مشاريع إقليمية كثيرة، فبالتالي كلها تعكس بظلالها على المشهد السياسي الليبي. مجلس الأمن عند جلسة مهمة جدا، على ضوئها سوف يتم التغيير في أوضاع كثيرة. أما مسألة محاولة مجلس النواب أن يتحول من طرف من أطراف الصراع إلى من يدير الصراع بأن يحجب الثقة عن حكومة ويمنع حكومة أخرى ويشكل حكومة أخرى، أعتقد أن هذه الصلاحية ليست متاحة له، وهي مجرد الآن در للرماد في العيون فقط. سيد أبو بكر، ونحن نتحدث عن هذا اللقاء الذي عقد كما ذكرنا، وأيضا سبقه لقاء جمع حفتر بكثير من المترشحين على رأسهم فتحي بشاغة، والذي أيضا غاب عنه عقيلة صالح ذاك اللقاء باعتباره أيضا هو الآخر مرشح للرئاسة. هل نحن نتحدث عن حالة من التنافس اليوم بين عقيلة وحفتر، أم أن كل هذه اللقاءات وإن كانت بشكل منفصل تسير في اتجاه هدف ما يراد من تحقيقه، ربما تغيير الحكومة كما ذهب في ذلك السيد الراجحي؟ أول مرة الحقيقة أنا أحترم وأقدر الهواجس والمخاوف لضيفيك الكريمين، ولكن نحن وأيضا أعرف جيدا أن هناك عدة أجسام الآن موجودة ومعترف بها دوليا، ونحن نريد جمع ما يسبب نوع من الانسداد السياسي أو التشظي أو الانقسام، ونحن لا نرى الحل لنا إلا في الانتخابات التي قد تجمع هذه الأجسام أو قد تلغيها بالكامل وتأتي لنا بأجسام شرعية منتخبة مباشرة من الشعب وأن تعاد الأمانة إلى أهلها. اللقاءات السياسية ولقاءات المرشحين تأتي في إطار تحريك العملية السياسية والضغط باتجاه إنجاح الانتخابات، هذا ما أراه مهما كانت المرشحين لمجلس النواب أو المرشحين للرئاسة، مهما كانت سواء لقاء قبل اللقاء في بنغازي كان في لقاء عبر الزوم ل19 مرشحا ثم بعد ذلك ل20 24 مرشح. إذن هذه اللقاءات كلها قد نراها نوع من التقارب أو إثراء للعملية السياسية بدون أي قصد، يشارك من يشارك، يقل العدد يزيد، المهم هذا لقاء يندرج في إطار أن أسماء وصفوا جميعهم بأنهم حتى صفاتهم التي اجتمعوا بها أنهم المرشحين للرئاسيين جميعهم مهما كانت توجهاتهم ومهما كانت وضعهم، لكن الانتخابات لم تعد على الأرض ومهما كانت مشاريبهم السياسية. نعم. فهؤلاء جميع اجتمعوا. فهناك عدة اجتماعات لأعضاء المجلس، ليس فقط اجتماع أشرت إليه، ولكن وهو كل نوع من ترى أنا عضو لجنة حوار وهدفي هو جمع الليبيين، وهذا هذا الأساس أي لقاء. أيضا هذه السام الخمس أو الستة اللي أشار من سبقني، هذه طبعا هو الآن موجودة لقوة سياسية، أنت الآن تبي تجمع كل القوى السياسية وأن تنهض بالعملية السياسية، هذه الواقعية السياسية لابد أن تكون، لابد جميع القوى الفاعلة الأرض والقوى السياسية سواء مهما كان الوضع أو الثقل السياسي على أرض الواقع لابد لها المشاركة، لابد المشاركة جميع. بعض المرشحين الرئاسيين قد يكونوا مجهولين ولكن أصبح يحمل هذه الصفة. طيب. البعض يمتلك القوة، البعض يمتلك الشعبية، البعض الذي يمتلك الرضا، البعض قد يكون هو انطلاقا من هذه الواقعية. سيد أبو بكر، لابد أن نرحب بأي حياة غير الترحيب انطلاقا. نعم. غير الترحيب، الترحيب مقدر ربما حتى بالنسبة للمشاهد، لكن انطلاقا من هذه الواقعية التي تتحدث عنها الآن في توصيفك للحالة،
أنت كعضو لجنة حوار الخمسة وسبعين، فكرة إن اجتمع كل هؤلاء كل اللقاءات على فكرة تغيير الحكومة القادمة، أنت مع الذهاب في هذا السياق في هذا في هذا الطريق؟ هل من المنطقي؟ لا أنا ينظر الاجتماع، أنا مع أي اجتماع يدعو إلى تحقيق الانتخابات. أنا مؤمن لابد من تغيير المشهد السياسي الليبي. صحيح هناك الآن مجلسين تشريعيات، هناك حكومة، هناك مجلس رئاسي، هذه جميعها ستنتهي بالوصول الانتخابات. أيضا حراك هذه المجالس التشريعية أو المجالس التنفيذية، السلطة التنفيذية، سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة الوطنية أو المرشحين الرئاسيين أو حتى الأحزاب الوطنية، حتى الأحزاب الوطنية والمؤسسات المجتمع المدني، يبد الحراك كله يكون بالضغط بالوصول إلى الانتخابات، التمسك ودعم المفوضية، مع دعم مفوضية الانتخابات هذا شيء أساسي، والتمسك بموعد الانتخابات. ها عملنا جميعا احنا التقينا مجموعه من الاحزاب في بنغازي، وحتى تواصلنا مع احزاب في طرابلس. انا عضو حزب الاتحاد الوطني، انا امثل باضافه عضو الحوار، انا في حزب الاتحاد الوطني، والتقينا مع حزب الكرامه وتيار ليبيا الجميع واحياء ليبيا ومستقبل ليبيا، ولدينا بيت تمسك بموعد الانتخابات. حزب الاتحاد الوطني الحزب الذي يدعو إلى توافق وطني واشتراكة وطنية عادلة، ويدعو إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الليبيين جميعا، ويدعو ويرى أن الشكل وتحقيق النظام الفيدرالي هو النظام الأنسب اللي يضمن للجميع عدم الإقصاء والتهميش ومشاركة الجميع وإنشاء عدالة حقيقية بين الوطن، شراكة وطنية عادلة، توافق وطني صادق وإخلاص صادق. هذه دعاية انتخابية. نحن لا نصل الانتخابات. هذه اللقاءات المقصود منها يا أستاذ دبيل، إذا كانت هذه القوى السياسية حادت عن المسار فإن الشعب سيقف. أي هو المسار يا سيد بكر؟ حددني يا سيد بكر. لابد أن يكون الجهد لإصحاح المشهد الليبي. لا تقدم لنا كلاما مرسل، حدد لي أي مسار تتحدث عنه إن تباحث حوله أي المجتمعون سواء المشري أو عقيلة بقية المرشحين للرئاسة. مسألة تغيير الحكومة هو هذا المسار الذي لا يمكن التوافق حوله، أو ربما لا تراه وجيه؟ لا 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 لا، احنا انا ارى انا احدد لك المسار اللي عندي انا يا استاذ ذبيل. المسار اللي ارى الصحيح والاستحقاق الوطني الحقيقي، الاستحقاق الوطني الصحيح والذي تعمل عليه القوى الوطنية، هو إعادة الأمانة إلى أهلها، تحقيق الانتخابات، الرجوع إلى الشعب، حتى حتى المجلس الرئاسي والحكومة الوحدة الوطنية في خارطة الطريق كان المهمة الأساسية الوصول للانتخابات، هدفه الأساسي والعهد اللي قطعوه على أنفسهم هو إنجاح الانتخابات وإنجاح العملية الانتخابية. تعهدوا جميعا بالوصول إلى 24 ديسمبر. أيضا السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب ومجلس الدولة يجب أن يسمو بأنفسهم ونعمل جميعا، أيضا وكل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب، كل القوى السياسية، الاستحقاق الوطني والمسار الوطني الصحيح هو الانتخابات وإرجاع الأمانة إلى أهلها، وأن تكون انتخابات برلمانية نزيهة حتى تحت رقابة دولية، ما عندناش مشكلة، نزيهة وشفافة. أنت لقاء ولهذا أنا أصر على التمسك ودعم المفوضية العليا للانتخابات، لأن في سابق الأيام قدمت جهد تقني كبير واستطاعت أن أقل شيء أن توزع 2.5 مليون بطاقة. هذا عمل تقني كبير ولوجستي كبير يثمن عاليا. والتفريط في المفوضية العليا للانتخابات راه تفريط في الانتخابات نفسها يعني. نعم، سأعود لك مرة أخرى سيد أبو بكر. أنت اعتبرت أنه ربما لقاء المشري وعقيل أو حتى ربما بشكل أوسع لقاء المجلسين ثمنه إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وربما حتى بمعنى إخراج حكومة دبي من المشهد والمجيء بحكومة أخرى، وهل تعتقد أنه هذا برضه هو الثمن اللقاء الذي جمع حفتر ببقية المرشحين؟ لا يعني أعتقد أن الموضوع مختلف، يعني لم يشتركوا في الهدف. لا الموضوع مختلف، المترشحين اللي تحكي إن كان نعم اجتماعات ككل، مرشحين ككل اللقاءات يعني التي عقدت بالزوم بتقامزوا في الرجمة اللي غير لا، أنا أعتقد وضعهم مختلف، لأن هم حسوا هؤلاء ان القرار اصبح خارج سلطتهم، كانوا موعدين ان يكونوا جزء من يعني مرشحين، ان كل واحد ينمي كان في باله ان هو حيفوز في هذه الانتخابات، يكون جزء من المشهد السياسي عبر صندوق،
وتأجلت انتخابات أو أفشلت الانتخابات حتى تكون أدق، أنه حيخرجوا بالمشهد بالكامل السياسي. فهذا الاجتماع اجتماع مصلحي، الكل يعني الكل في حالة ضعف، الكل كان في السلطة ويرى في روحه أنه حيخرج من السلطة، وأن الحالة اللي الآن نحكي عليها التقارب بين مجلس النواب والدولة أنه حينتج سلطة جديدة، المترشحين كلهم حيخرجوا من خارج هذه السلطة، وش حيكون لهم دور مستقبلي، لأن من غير المتوقع أن المترشحين هؤلاء حيكون لهم حدود في رئاسة الحكومة أو عضوية مجلس في المجلس الرئاسي. لكن هناك تخوف من بقية المترشحين أن ربما هذا التوصيف يعود لهم، أن يستغل دبيبة وجوده في منصب رئيس الحكومة في الاستفادة من ذلك في التسويق لنفسه كأحق بالرئاسة وبتقديم الخدمات للليبيين عبر البقاء في هذا المنصب، وبالتالي ربما يعتقد البعض أنه يجتمع على إزاحته. واقعي هذا الطرح أم لا؟ هو العنوان، إن والله هذا العنوان، لكن الحقيقة نقول لك لا أستاذ نبيل، لأن الحقيقة كل المترشحين كيف ما قال أستاذ الأغلب المعروفين يعني عند الليبيين كلهم كانوا في السلطة يعني واستفادوا من السلطة. يعني شوف الدعاية الانتخابية للمرشحين الأساسيين الأساسيين كلهم يتحدثوا على نجاحاتهم وشغلهم وإمكانياتهم اللي قدموها للشعب أثناء السلطة. يعني كل المترشحين، أنت شوف أفتح الدعاية صفحة أي صفحة فيسبوك أو قناة من قنوات المترشحين لما تشوفها دعايتهم شنو يتكلم لك عليه. لما كنت أنا شفت مثلا أحد المترشحين ما بيجي نذكر اسمه كان سفير، قاعد يحكي أني لما كنت سفير أنا درت وأنا جبت لليبيا الخير وأنا قدمت لليبيين وأنا رفعت وأنا درت وهذه نجاحاتي وأنا كنت في السفير وحاربت الإرهاب وجبت الاستقرار لليبيا ودعمت الاستقرار في ليبيا. أنا لما كنت سفير، لو كان قاعد في حوشة ما يقدرش يقول الكلام هذا زي المترشحين التانيين، أو كان عضو هيئة تدريس أو أستاذ جامعة أو غيره، مش حيقدر يدير الدعاية الانتخابية. أو وزير سابق، يعني في أكثر من وزير سابق يتكلم عليهم إن كان في العهد بعد الثورة أو قبل الثورة. يعني أنا أحكي لك وزير سابق في قبل فبراير يتحدث أني لما كنت وزير أني درت وأني اشتغلت وأني سلام علي وهذا شغلي وهو، يعني الكل استفاد من وجوده في السلطة للترويج لنفسه. مش الكل، حتى نقوله الأغلبية، حتى اللي اجتمعوا يعني في يعني اللي اجتمعوا في الرجمة كلهم في السلطة، إن كانوا في رجل في السلطة ورجل خارج السلطة أم كانوا في السلطة بالأساس. يعني سمحني مثلا السيد احمد معتيك 5 سنوات عضو مجلس رئاسي، دعاية انتخابية انا ايش درت وانا حملت انتخابية وانا درت اصلاح الاقتصادي وانا درت وانا درت وانا درت. السيد فتحي بشاغة دعاية انتخابية انا درت اسست الشرطة وانا نظمت المؤسسة الشرطية وانا وزارة الدفاع نظمتها. استاذ عثمان عبد الجليل، الدكتور عثمان عبد الجليل، انا لما كنت وزير تعليم نسقت التعليم وخليتها زي ويشهد بالتجربة الماليزية. وهذا حتى هو يعني ممكن الاستاذ عثمان عبد الجليل مثلا وين ترشح على مدينة زنتان ممكن ما يفوزش حتى في انتخابات مجلس نواب اذا لم بعد اصبح وزيرا، عرفوه الليبيين. خليفة حفتر تفتح قنوات ولدة، والقائد العام دار لنا صيانة في الطريق، القائد العام جاب صين المدرسة، القائد العام صين مدرسة، القائد العام دار مركز تحفيظ. وهذا ذات الأسلوب ينتهجه الإعلام الحكومي. أي إعلام حكومي؟ تتحدث عن إعلام الدبيبة ربما، وهذا هو محل الامتعاض من قبل بقية المرشحين على أن ربما التسويق لدبيبة على رأس الحكومة. أنت تتفرج على الإعلام الحكومي مثلا قناة المستقبل اللي تابع مجلس النواب، اتفرج عليها وشوف الدعاية الانتخابية اللي تدير فيها لعقيلة صالح. أنا ضد الإعلام الحكومي يستخدم للدعاية لشخص رأوه. أنا أقصد المنصات ربما المنصات اللي حتى منصات برا منصة القيادة العامة هذه تصرف بإعلام ممول من خزانة الشعب الليبي. العسكريين لما يدوروا في استعراض، أنا شفت اليومين اللي فاتوا استعراض كل مجموعة من العسكريين أو البحث الجنائي تقريبا في جدابية مدارين استعراض كلية مجموعة متخرجين كويس. تعرف من قايمين صورة مني؟ صورة حافتر يدوروا بيها وهو مترشح انتخابي. هذا مش استغلال للسلطة زي دبيبة؟ أرى بش دبيبة ما يدريش في الجو هوارة إنه يستفيد من منصبه كدعاية انتخابية، لكن الكل يدير فيها. عقيلة صالح نفس الشيء. أنت تقول إن الكل متسول؟ الكل لا مش الكل متسول. لا في نواب مساكين مترشحين، يعني ما نعطيك مثال بسيط، قلت كيف الفرص مترشح عنده قناة هيك كبرها رئيس مجلس إدارتها ليل ونهار تطبلة، ومترشح تاني عضو هيئة التدريس مش لاقي حتى إعلان ممول على صفحة الفيسبوك. هيك تكافؤ الفرص؟ ما فيش تكافؤ فرص، لأن المفوضية حتى الآن لم تعلن على سقف الإنفاق. سقف في سقف يعني أنا نقول في سقف الإنفاق لتو المفوضية ما أعلنتش عليه على المترشحين. قلت لهم ديروا دعاية انتخابية في العالم كله، في كل دولة محترمة ديمقراطية حتى على هامش ديمقراطية في هامش
للدعاية الانتخابية مفتوح. طيب. تجمع قنوات تخدم ليل ونهار، صحف، إعلان ممول، جيوش إلكترونية، قنوات غير ليبية تخدم في تروج للمترشحين. طيب. تجي تقول لحميد بيبي، حميد بيبي صاحي يستغل في السلطة نجاحاتها في السلطة كدعاية انتخابية، لكن حميد بروحه تمه الكل. طيب. المترشحين الأساسيين التقوف الرجمة زي بعضهم يعني. فقط حتى أعطي ملاحظة في تعقيبك على بقية المترشحين، ربما يظل حق الرد مكفول لهم فيما يتعلق بحظوظهم الانتخابية أو باستغلالهم للسلطة بشكل أو بآخر. أذهب إلى السيد ميتيق. سيد ميتيق، في مسألة الحديث عن هذه التحالفات إن سميناها كذلك أو اللقاءات التي جرت أو تجرى في الفترة القادمة، أنت تعتقد أنه ربما قد يجمعها إزاحة دبيبة وإخراجه وإبعاده عن المشهد بالمجيء بحكومة جديدة؟ تماما. أعتقد أن أختلف مع الأستاذ عبد السلام. أخوي عبد السلام، أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية يعني مع كل الخصوم الموجودين سواء على المشهد السياسي المحلي أو حتى للأسف يعني في بعض الدول الداعمة لهذه الأطراف، يعني كلها الآن يعني تضع يعني خصومتها بشكل مباشر على حكومة الوحدة الوطنية. فهل تتوقع بأنها يعني حكومة الوحدة الوطنية من خلال عملها ولا مشاريعها ولا شغلها حتكون صامدة كل الفترة المقبلة؟ أعتقد بأن يعني الأمر صعب جدا يعني عليها، وأعتقد خصوصا بأن العملية مش في المشهد فيه انتخابات قريبة، أيضا قصة انتخابات رئاسية يعني لا أعتقد أنها حتكون متاحة في الفترة المنظورة. الخصوم كثر والمشاكل يعني بدت يعني تبقى ملحوظة، فبالتالي هذا أمر. طيب، هؤلاء الخصوم اللي حيتم التضحية به يعني قبل تذهب للنقطة اللي تلي كلامك سيد معتيق، من وصفتهم بخصوم ربما حكومة دبيبة ودبيبة شخصيا، هذا التحالف ربما الذي سيتشكل أو سيتشكل خصوم حكومة الوحدة الوطنية ذكرت خويا نبيل. نعم، خصوم حكومة الوحدة. طيب، خصوم حكومة الوحدة، هذا التحالف ربما الذي إن تشكل في الفترة القادمة، ترى هو تحالف متين بشكل حقيقي أم هو تقارب الضرورة؟ لا، هو تقارب الضرورة بطبيعة الحال. يعني مسألة الخصومة ما بين جميع الأطراف يعني كلها تجمعها المصلحة تارة وتفرقها المصالح يعني أحيانا كثيرة، لكن خلال الفترة الماضية ويعني تصاعد نجم حكومة الوحدة الوطنية لفترة وجيزة جعلت منها يعني المرشح الأبرز اللي من خلال الرئيس أن يكون هو الأبرز حظوظا في انتخابات رئاسية في حال ما حصل انتخابات رئاسية، جعلت هناك الكثير من الخصوم يعني، والجميع يعرف المتابعين من هؤلاء الخصوم يعني. فبالتالي دعنا نعود إلى مسألة أخرى، هي الآن الجالسين في المغرب هدفهم الأساسي هو التقاسم، تقاسم الحكومة بما فيها من خارجية ودفاع وغيرها، والمسألة الثانية هي المصرف الليبي المركزي. هذين المنصبين الأبرز اللي يعني بإمكانهم في حال ما تم الالتفاف عليهم، وهذا طبعا غير متاح، أصبح مش من ضمن صلاحياتهم، لو تيح لهم هذا الأمر أعتقد أنه يعني حتنتهي حكومة الوحدة الوطنية ويمشوا إلى السيناريو اللي يبوه في من تعيين حكومة جديدة. ولكن زي ما ذكرت لك بدري هذا أمر مش وارد. خلينا نرجع إلى ما ذكر الأستاذ أبو بكر وهو عضو لملتقى الحوار، وقال إن يعني كان المبتغى وكل هذه الأطراف تبتغي انتخابات. يا أستاذ أبو بكر، أعتقد أني والله أعلم يعني قد تقدمنا الأيام المقبلة أو تصدقني، الصيغة التي يبحث عليها مجلس النواب أو ما سيحصل التوافق عليه في المغرب لن يكون فيها انتخابات في مدى منظور، فيها يعني تقاسم للسلطة خاصة في مسألة الحكومة وتسمية حكومة جديدة، وأيضا منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي سيكون مطروح وبقوة من أجل التقاسم. بالتالي يعني نعود إلى السؤال، طالما أن يعني الملتقى الحوار يعني كان يعني يريد هذه
إعادة الأمور إلى نصابها والانتخابات إلى الشعب وإعادة الأمانة زي ما ذكرت إلى أهلها، أجبنا بشكل واضح من الذي عرقل إيجاد قاعدة دستورية يعني توافقية، وخاصة أن الأمر كان موكل إلى لجنة 75، ولماذا يعني خاصة أن مجلس الأمن ذكر بأن مفروض أن تجرى الانتخابات بناء على قاعدة تنجز خلال شهر يوليو كحد أقصى، لماذا لم ينجز هذا الاستحقاق؟ لماذا لم يتم التوافق على القاعدة الدستورية؟ ومن الذي عرقل هذه إجابة تاريخية أمام كل الليبيين ليكون المسؤول عن هذا العرقلة هو من عطل إعادة الأمانة إلى أهلها، وهو الذي يمدد الآن إلى هذه الأجسام لكي تستمر في سيد إدارة أبو بكر البلاد. طالما توجه السيد ميتيك بالسؤال لك تفضل. أولا طبعا نحن فعلا كان في جلسنا في 7 من أجل إنتاج القاعدة الدستورية. طبعا لجنة الحوار شكلت لجنة قانونية لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات في 24 ديسمبر، واستطاعت أن تجمع مجموعة من النقاط وصلت هذه القاعدة الدستورية مع موجود بعض النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية. فلما ناقشنا البرنامج نحن قسمنا إلى 3 مجموعات يعني حقيقة في إطار الحوار السياسي، باعتبارنا اللجنة 75 مشكلة من كل القوى السياسية وتمثل تيارات مختلفة، فكان هناك 3 مجموعات، البعض رأى أن يكون الاستفتاء على الدستور أولا، والبعض الآخر رأى أن يكون انتخابات برلمانية. أما أتحدث عن نفسي ومجموعة من القوى السياسية في 75 القوى الوطنية، رأينا احنا التزمنا بخارطة الطريق، قدمنا مقترح على أن تكون الانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على حسب خارطة الطريق وعلى حسب ما يريد الليبيين. يعني مجلس الدولة أعضاء لجنة حوار مجلس الدولة ومجموعة معهم كانوا يريدون الاستفتاء على الدستور. الدستور رأى فيه مجموعة كبيرة من الوطنيين ومجموعة من الشرائح الشعب والمكونات الليبيين أن الدستور معيب يحتاج إلى تعديل كبير واحتلال لجنة جديدة أو المجلس التشريعي قادم ليتم التعديل فيه. رأينا احنا لابد من إنتاج قاعدة دستورية ووضعنا وكانت اللجنة القانونية قد عدت مقترح كامل بالانتخابات وأيدنا، ولكن الانقسام اللي صار وكل طرف قدم أسبابه، الذين رأوا الذهاب للدستور، مجموعة ثانية رأت انتخابات برلمانية فقط، نحن أصرينا أن تكون برلمانية ورئاسية. صحيح لم نجمع أمرنا في الأخير على الأمر، ولكن نحن تمسكنا بأن لابد أن نمشي ونذهب إلى ما أشارت إليه خارطة الطريق وما يريد الشعب، أن تكون انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. ولكن عندنا لم يتم الاتفاق على هذا الرأي، تم رفع الجلسة وانتقل الأمر إلى مجلس النواب. مجلس النواب أصدر قانونين، قانون انتخاب البرلمان وقانون انتخاب الرئيس. كان رغم قد يكون بعض التيارات السياسية وبعض السياسيين وبعض القوى السياسية رأت تحفظ على بعض النقاط في القانون، ولكن نتيجة الظرف الواقعية السياسية كنا نمشي إلى هذه الانتخابات وندعم الانتخابات بهذين القانونين وننجز الانتخاب. أنا أرى أن الانتخاب هو الاستحقاق الأمثل وأنه المخرج وهو الحل الوحيد لإلغاء هذه الأجسام التي تحدثتم أنتم الاثنين عنها، وأنتم قد تكون نحن نقدرها وجزكم ومخاوفكم، ولكن لو وصلنا إلى تحقيق الانتخابات حتى وأرجعنا الأمر لا أحد يراهن على صندوق الاختراع. الديمقراطية هي إنجاز عصري، ولعل في صندوق في الانتخابات الشفافة وفي لا أحد يريد يضمن ويقول أن 2.5 مليون ناخب أو غالبية معي. طيب هناك أغلبية صامتة، حقية الشعب سيد بكر، هناك وجهات نظر متعددة، لا أحد يقول أني أنا الأكثر حظا، كان يترك للليبيين وكانت القوى السياسية المختلفة. طالما الأمر متروك للليبيين يا سيد أبو بكر، طالما الأمر متروك للليبيين، تسمعني سيد أبو بكر؟ طيب فقدنا الاتصال بالسيد أبو بكر العبيدي. سيد الراشحي، هناك فرصة اليوم للحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المقترح في 24 من يناير، رغم تأكيد كثير من أعضاء النواب أنه هذا الموعد غير منطقي ولن تجرى فيه الانتخابات.
هو بس أنا بكي أسأت للسيد الدكتور عثمان عبد الجليل مش تقليل من قدره يعني نعتذر له يعني وقامة فكرية وعلمية ما نقدرش يعني حسيت أني أسأت له ولا شيء فإن شاء الله نقدم له اعتذار يعني آسف جدا يعني مش قصدي تقليل من قدره ولا شيء. بالنسبة للموعد الجديد أنا قلت لك الأخار الطريق قالت إن النتاج عليهم إن حيكون يوم 25 يناير أي إن ما فيش انتخابات يوم 24 يناير لكن اسمح لي أستاذ نبيل نعم. إن اللي صار اليوم أو فشال الانتخابات حذرت من المفوضية منذ شهرين أو أكثر يعني أكثر من شهرين يعني أنا الآن في كتاب رسالة موجهة من السيد عماد السايح لعقيلة صالح بتاريخ 7/10/2021 تحذر تقول له إن شوف تقول له التعديلات اللي طلبناها منكم إن لم تحدث فيما يخص آلية الطعون راه ستتوقف العملية الانتخابية هذا يوم 7 سيد نبيل يوم 7/10 عماد السايح يترجى في عقيلة صالح أن يعدل القانون أنا يعني أقول لك نقاطها إن طلب تعديل القوانين الانتخابية من قبل الفوضية ليس بجديد فكل القوانين والتشريعات التي تنفذت من قبل تمت موجة تعديلات فنية دخلتها موادها ونصوصها لكن جزء شني نفيدكم بأن عدم شوف هيا أستاذ نبيل نفيدكم بعدم قبول تعديلات وتصحيح موارد الملاحظات على القانون سيجعل من لوائحنا التنظيمية وإجراءاتنا التنفيذية عرضة للطعن أمام القضاء مما سيترتب عليه إرباك في تنفيذ العملية وقد يصل الحد إلى توقفها وتوقفت الانتخابات بسبب الخلل الهيكلي الوارد في مواد ونصوص القانون الأمر الذي سيضطرنا إلى إعادة القانون لمجلس النواب من جديد النظر فيه هذا 7/10/7 أكتوبر عضو مجلس السيد عماد السايح يترجى في عقيلة صالح أن يعدل القانون حتى لا تفشل الانتخابات اللي قال عماد السايح في المفوضية أول رسالة بعتها عماد السايح بطلب التعديلات حتى تستمر العملية الانتخابية يوم 14/9 القانون الواحد المعيب صدر يوم 8/9/8 سبتمبر يوم 14 سبتمبر السيد عماد السايح بعت رسالة قال يا عقيلة صالح ويا جماعة عقيلة صالح في مجلس النواب عدوا القانون راهو هذه التعديلات في المواد كذا كذا عدلوها لأن راهو إذا كان صار تعديل القضاء حيوقف العملية الانتخابية وحصير ربكة لأن لوائحنا وقوانيننا عرضة للطعن وهذا اللي صار القوة القاهرة لنا الأحكام القضاء القضاء جاء قانون بيطبق الأحكام القانون القضاء غير مسؤول على الرؤية الفنية المسؤول على النصوص اللي دارها عقيلة صالح المسؤول على إفشال الانتخابات هو مجلس النواب المفوضية منذ الخمس أيام الأولى من إصدار القانون طالبت مجلس النواب بالتعديلات حتى تحدث الانتخابات بطريقة سلسة لكن عقيلة صالح أصر أن يستمر في القانون واحد المعيب هذا كتاب رسالة موجهة من مجلس المفوضية لمجلس النواب ورفض عقيلة صالح التعديلات إن لم يحدث تعديلات ولم يرضخ أو لم ينصاع مجلس النواب للمفوضية وتعديلاتها لن تكون هناك انتخابات واضح إن نقول لك من الناس المفوضية يجروا من شهور يقول له عدل عدل يا عقيلة عدل يا عقيلة ما بيش يعدل أعطى مجلس النواب يطلع إبراهيم الصغير نحن السلطة التشريعية الوحيدة ولن نرضخ للمفوضية هم يعرفوا عندهم علم أن الانتخابات حتتوقف لأن اللي قال عماد صار عماد ما ينجمش بالغيب ما يعلمش بالغيب عماد السايح عماد السايح يعرف أنها حتتوقف لأن القانون معيب وغلطة عماد إن أخداه مفروض لوح على وجوههم واضح لكن الآن اللي صار إذا كان مجلس النواب سيستمر اسمح لي لو كنت تمرين لوح على وجوههم ما مش مشكلة بالنسبة لك يرد ليهم بالنسبة لك لكن صحيح. الغلطة إن الآن نتكلموا عليه مجلس نواب لا يسمع في النصائح من الجهة استشارية الجهة زي المفوضية عيون الانتخابات وأربك المشهد من المسؤول على هذه إفشال الانتخابات هو مجلس النواب مجلس النواب سمحني الذي دقيقة بس في أقل دقيقة أقل من دقيقة مجلس النواب الذي بشكل متقصدين إفشال الانتخابات وهذا دليلنا إن الآن يريد مكافأة يريدنا أن نكافئه لذا أفشل الانتخابات وحلم اللي بيه بانتخاب نعم. كويس نعطوه سلطة جديدة يختار حكومة جديدة ويقعد في السلطة 5 سنين تانيات أو 6 سنين تانيات مجلس النواب هو من أفشل الانتخابات وهو المسؤول واضح تماما سيد الراجحي سيد أبو بكر أتمنى الآن تسمعني بشكل واضح لأنه فقدت الاتصال بك قبل قليل وأنت تسمعني نعم أسمعك بشكل جيد طالما تتحدث عن الأمر بيد الشعب فيما يتعلق بالانتخابات نعم. ويذهب الجميع إلى الصناديق
بذات المعيار يقول لك ربما طرف آخر أنه حتى الأمر ينطبق على الدستور. لما نبني تقديرات على الدستور هناك في خلاف حوله دون عرض هذا الدستور للاستفتاء، يستفتي الشعب حوله وبالتالي إن, 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 إن قبله الشعب مرة وإن رفضه يعاد مرة أخرى للتعديل. أولا أريد أن أعقب على ضيفك، أول مرة نرقى بخطابنا مع بعضنا قصة تلويح بتلويح، يعني يحترموا بعضنا. وأنا والرجل تراجع عنها، ولا نختزل الرجل تراجع عنها، ولا نختزل مجلس النواب في يا سيد، ولا نختزل مجلس النواب في عقيلة صالح. مجلس النواب عندما أصدر القرارات كان عدد الأعضاء الحاضرين 101، وحتى في حتى 86 أغلب الأعضاء من المنطقة الغربية، يعني ممثلين برقة كانوا أقل. 86 فيه 60 واحد من الإقليم طرابلس، إذن لا نختأ 60 أو 67 لما كانوا 101 و131. إذن القانون صدر من مجلس النواب بنصاب واضح. يعني يا سيد بكر حتى لا ينقطع بك، حتى لا ينقطع. انا لا اقف مدافع عن مجلس النواب، انا لا اقف مدافع عن مجلس النواب. الاتصال فقط ربما ينقطع في لحظه معك حتى تكون حقيقه. وبعض الجلسات لم يدرس سياده المستشار. انا لا اقف برضه مدافع عن المستشار، ولكن اقول ان 80 او حتى 60 او 70 عضو مجلس النواب من مختلف مناطق البلاد. باي فهذه حقيقه. أنت لم تجبني على السؤال المهم يا سيدي. أكرر أن 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 حنجاوبك على السؤال. في عجلة. نحن في بالنسبة هيئة صياغة الدستور والدستور اللي تم عيده، قوة كثيرة، قوة وطنية ومكونات من الشعب الليبي رفضت هذا الدستور واعتبرته معيب وطالبت بإعادة صياغته. لما قلنا أن الدستور يعاد للاستفتاء قلنا تشكل لجنة فنية. هذا حتى اللجنة القانونية في التي انبثقت عن مجلس مع الملتقى الحوار طالبت بتشكيل لجنة فنية من مكونات الشعب بكامل لإعادة صياغة هذا الدستور وتنقيح. حتى لا نفقد الاتصال بك سيد. فهو الدستور معيب. نعم. وسيدخل وسيضيع ومن يطالب الآن بالدستور أراه معرقل، لأن حياخذ منه وقت كثير وحياخذ أمد طويل، لأن حيستحقون بنعم ولا، ثم يعاد المواد الخلافية وتأخذ وقت طويل. واضح. شكرا جزيلا. إلى القاعدة الدستورية والانتخابات البرلمانية الرئاسية، سواء على قاعدة الدستورية اللي يفترض أن تجدت الملتقى أو على القانونين يصدر مجلس النواب مع واضح تماما. أشكرك يعني شكرا جزيلا سيد أبو بكر العبيدي، أعتذر منك، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك عضو ملتقى الحوار السياسي، كما أشكر ضيفي الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة الكاتب والصحفي سيد رمضان معتيق. نعتذر منك، لم نستطع العودة لك مجددا سيد رمضان. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو سيد عبد السلام الراجحي المحلل السياسي. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. دمتم بالخير.